رئيس الوزراء يفتتح اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته 51 والمستمر حتى 23 من مارس الجاري. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 من فبراير الماضي إلى 1200 قتيل. الجيش اليمني يستعيد مناطق شرقي صنعاء ومقتل عشرات الحوثيين خلال معارك بمناطق متفرقة من البلاد. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة قناة النيل الأخبار، تحية لكم. أهلا بكم. يفتتح اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته 51 والذي يعقد خلال الفترة من 14 حتى 23 من مارس الجاري. يقام هذا المعرض على مساحة 30,000 متر مربع بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، وتعقد فعاليات هذه الدورة تحت شعار إفريقيا الحاضر والمستقبل بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية، وستكون ضيف شرف المعرض دولة الكاميرون، وهو ما يعكس مكانة القارة الإفريقية المتميزة دائما في قلب مصر. تواصل وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر. يشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز مسترال، وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة في حاملة المروحيات من طراز مسترال، بالإضافة إلى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ الفرنسية. كما يتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عدد من الرمايات بالذخيرة الحية والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحري. وقد حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أحد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث يترأس المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة. يبحث هذا المؤتمر سبل إيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، خاصة مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة. كان المفوض العام للأونروا قد أعلن أموال الوكالة لديها أنها تكفي فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو المقبل. أعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عن خالص تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لكينيا خلال فترة الأزمة السياسية التي مرت بها مؤخرا. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري بنيروبي، حيث سلمه رسالة من الرئيس السيسي تناول اللقاء هذه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وتطورات ملف مياه النيل. داخل العمق الأفريقي تستمر جولات الدبلوماسية المصرية، فهذه المرة كانت كينيا هي المحطة الثانية لوزير الخارجية سامح شكري، محطة بدأها داخل القصر الرئاسي الكيني ناقلا رسالة دعم وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الكيني وحديث حول آفاق التعاون المستقبلية. التأكيد على اهتمام مصر باستقرار كينيا ودعم كينيا، وأيضا الرغبة في التشاور واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول عدد من القضايا الإقليمية، والهدف طبعا من هذا هو استمرار التواصل القائم بالفعل بين الرئيس السيسي والرئيس كينياتا، والذي يعني ظهر بوضوح خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها كينيا بعض الاضطرابات السياسية في خلال العملية الانتخابية. ومن القصر الرئاسي يتوجه الوزير شكري إلى مقر وزارة الخارجية الكينية، ومناقشات حول ملف حوض النيل ومكافحة الإرهاب والتبادل التجاري بين البلدين، وعقد اللجنة المصرية الكينية المشتركة والتعاون الاقتصادي والدبلوماسي،
والمشروعات التي تعود بالنفع على شعبي البلدين. وجدنا منه اهتماما ايضا خاصا بان تتمخض علاقات دول حوض النيل عن تحقيق مكاسب للجميع وعدم الاضرار باي طرف. واكد في حديثه على ان نهر النيل هو ملك لجميع هذه الدول، ملك لجميع دول حوض النيل ولجميع شعوب مياه النيل، وان تحقيق مكسب او منفعة لاي طرف لا يجب ان تكون على حساب الطرف الاخر. وهكذا تنتهي جولة وزير الخارجية الأفريقية، لكنها ترسم ملامح جديدة متجددة في إطار العلاقات المصرية الأفريقية. وتستمر الدبلوماسية المصرية في تعميق أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، ولكن هذه المرة بأساليب متنوعة ومختلفة تعتمد في الأساس على البعد التنموي. من وزارة الخارجية الكينية في نيروبي، شريف رضوان، موفد التلفزيون المصرية. غادر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين مصر صباح اليوم في جولة خارجية تشمل دولتي البرتغال وموريتانيا. من المقرر أن يلتقي فضيلة الإمام الأكبر خلال هذه الزيارة للبرتغال رئيس الجمهورية البرتغالية، كما يلقي كلمة في هذا الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة. ثم يتوجه شيخ الأزهر بعد ذلك إلى موريتانيا مشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف، ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية في موريتانيا. نظمت جمعية مستثمري حي السلام مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل الاستقرار والتنمية. شارك في هذا المؤتمر عدد من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين. عقدت جمعية مستثمري حي السلام مؤتمرا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. نعمل بعض الفعاليات لأن فعلا إحنا في مرحلة صعبة، ولازم كل مواطن مخلص وشريف من نبت هذه الأرض الطيبة يعي إن هو دور لازم ينزل وينتخب علشان نثبت للعالم كله إن إحنا خلف رئيسنا. نعزز تأييدنا لإعادة انتخاب السيد الرئيس علشان نضمن الأمن والأمان والاستثمار، وعلشان نعرف نشتغل وننتج إحنا كصناعيين. جو الأمان ده مهم جدا لينا. شارك في المؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الذين أكدوا على أن الصناعة هي الانطلاقة الحقيقية لبناء الدولة والنهوض بها، لذا جاء دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي. الصناعة هي العنصر الرئيسي والأساسي لأي تنمية في أي مجتمع، وهي لا تتأثر بإرهاب ولا خلافه، وهي الإنتاج، وهي التشغيل فرص عمل، وهي وفي ثروات قومية كبيرة جدا ممثلة في معدات وآلات. حكاية النهاردة حكاية وطن، حكاية مصر، أما نكون أو لا نكون. النهاردة بنعمل على إحياء الدولة المصرية والتأكيد للمجتمع الدولي بأن الشعب المصري وراء رئيسه. المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وضرورة أكد عليها الحضور لبناء الدولة، خاصة مع الخطوات التي بدأها الرئيس في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لاستكمال مسيرة التنمية. مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني والمستثمرين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية من أجل المزيد من التنمية والاستقرار واستكمال لما بدأه من إنجازات. أحمد سعد الدين، النيل. وننتقل بالمتابعة مشاهدينا إلى الفيوم، حيث يعقد هناك أيضا مؤتمر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. وللمتابعة انضم إلينا على الهواء مباشرة من هناك مراسل النيل ياسين سيف. ياسين، الأجواء لديك واحتفالية المحافظة من خلال هذا المؤتمر لدعم الرئيس.
نعم، من هنا من مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والتي تمتلك كتلة تصويتية بحوالي 1.5 مليون مواطن، يعقد مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد دعم ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. هذا المؤتمر الذي يؤكد على المشاركة بفاعلية لأطياف المجتمع المصري من نساء وشباب ورجال في صنع المستقبل، وأيضا في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية. ومعنا الآن على الهواء من داخل هذا المؤتمر الحاشد عضو مجلس النواب ممدوح الحسيني عن دائرة سنورس، ليحدثنا عن الإرادة الشعبية ودور المواطنين ودعمهم لترشح السيد الرئيس، وأيضا حول إيجابية المواطنين هنا في المشاركة في الانتخابات. معنا سيادة النائب ممدوح الحسيني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. فندم، يعني هذا المؤتمر الجماهيري هنا في مركز سنولس بمحافظة الفيوم يؤكد على مشاركة المواطنين بإيجابية في العملية السياسية وفي اختيار رئيسهم لفترة رئاسية جديدة. حدثنا عن يعني روح المشاركة وطبيعة تنظيم هذا المؤتمر ومفاد والرسالة التي يريد المواطنون من هنا أن يبعثوا بها. يا فندم، أنت شايف حضرتك إزاي الناس بتتصارع وتتسابق على أنهم يشاركوا في المؤتمر، مش من أجل المؤتمر في حد ذاته، ولكن من أجل دعم السيد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي. احنا بيننا جميعا كشعب ومواطنين، وبين كل الفئات وكل الطوائف اللي موجودة في المجتمع في جمهورية مصر العربية كلها بالكامل، وفي مركز سنورس اللي انا دائما بسميه مركز الحضارة والثقافة، القاسم المشترك بيننا هي مصر الحبيبة. فاحنا بنشارك من اجل الحفاظ على وحدة مصر، بنشارك من اجل استكمال مسيرة، نقول نعم للسيد الرئيس القائد، كلنا جميعا نؤيده لفترة رئاسية ثانية، من اجل استكمال مسيرة العطاء ومسيرة النماء، ومن اجل استكمال مسيرة التنمية الشاملة، ومن اجل المرأة ومن اجل الشباب. وانت شايف المرأة بسم الله ما شاء الله جاي بيمثل في هذا المؤتمر عدد كبير جدا من المرأة، لان الرئيس اهتم بالمرأة واهتم بالشباب واهتم بالمجتمع كله، وعمل عام سماه عام المرأة، وعمل عام سماه عام الشباب. فنعم للسيد الرئيس المحترم القائد المحترم عبد الفتاح السيسي من اجل تنمية، من اجل تكملة المسيرة، من اجل تدعيم الاقتصاد المصري الذي يجعل لمصر العظيمة مكانة عالية ومكانة غالية في وسط دول العالم، لأن الدول تقدر باقتصادها وتقدر بقوة اقتصادها. فهو يعمل ليلا نهارا لا يكل ولا يمل. فأنا بسمي القائد البطل المحترم هو رجل الإنقاذ ورجل الإعجاز ورجل الإنجاز. رجل الإنقاذ لأن ربنا سبحانه وتعالى وعد به مصر في الوقت المناسب لينقذ مصر من الضياع، وينقذ مصر من السرقة، وينقذ مصر من الخصف في وقت معين في 30 يونيو. استدعى الرئيس البطل، استدعى الشعب حتى يؤيده في انقاذ مصر من السرقة والضياع. ونحن الان يقول يا سيادة الرئيس، انت استدعيت الشعب في 30 يونيو، نحن نستدعيك الان لاستكمال المسيرة، ولابد ان تلبي طلب الشعب، ولابد ان تلبي تأييد الشعب، لان نحن نستدعيك الان حتى تكتمل المسيرة، مسيرة العطاء ومسيرة النماء ومسيرة التنمية، حتى يكتمل المشروعات العظيمة اللي حضرتك قايم بيها، حتى تصبح لمصر مكانة قوية جدا من دول العالم، وهي فعلا لها مكانة قوية في دول العالم. هي مصر فعلا أم الدنيا، ومصر فعلا كل الدنيا. نعم، كانت هذه صورة حية من داخل المؤتمر الجماهيري الحاشد هنا بمركز سنورس بمحافظة الفيوم لدعم تأييد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. صوت المواطن الفاعل الذي يدعو إلى المشاركة بإيجابية في صنع المستقبل. أشكرك جزيلا على الهواء مباشرة من الفيوم ياسين سيف.
أكد المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى أن المؤتمر الرئيسي للحملة سيعقد في 21 من مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بحضور المرشح موسى مصطفى وكل أعضاء الحملة الرئاسية بالإضافة إلى شخصيات عامة وبارزة. كان موسى قد عبر عن أمله في أن تتخطى مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر من 30 مليون ناخب، وذلك من أجل دحض المؤامرات التي تستهدف إفشال العملية الانتخابية والوصول إلى بر الأمان، مشيرا إلى أنه والرئيس عبد الفتاح السيسي يخوضان الانتخابات من أجل مصر وليس لأي مصلحة أخرى. قتل 12 شخصا بينهم قياديان من فيلق الرحمن أبرز فصائل المعارضة في غارة جوية على الغوطة الشرقية لدمشق، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق منذ 18 من فبراير الماضي إلى 1200 قتيل. يرتكز هذا القصف على مدن وبلدات حرستا ودوما وعربين وعين ترمى في الغوطة المحاصرة التي تعد منذ عام 2012 معقل الفصائل المسلحة قرب العاصمة. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية خروج حوالي 150 مدنيا بينهم 80 قتيل بينهم 80 طفلا من الغوطة أثناء الهدنة الإنسانية، حيث توجهوا لمركز إيواء مؤقت يوفر لهم المساعدة المطلوبة. أجلى الجيش السوري مئات المسلحين من حي القدم، أحد الجيوب التي سيطروا عليها لسنوات جنوب دمشق. أيضا أوضحت مصادر سورية أنه تم نقل أكثر من 300 مدني ومسلح بواسطة حافلات إلى محافظة إدلب شمال غرب سوريا، آخر المناطق التي لا تزال خارج سيطرة القوات السورية. خرجت أم محمد متعبة كغيرها من حوالي 173 شخص، عبروا الممر الإنساني في مخيم الوافدين حاملين معهم ندبات وجروح لم نرها بأم الأعين، لكن لمسناها بحروفهم المثقلة بالحزن، تارة على ذويهم المرضى وأخرى على ما مروا به من بؤس وظلم. كنا عايشين بزل، شو كنا عايشين بزل، مزلولين، بهدلونا الإرهابيين، وكنا ما عندنا كرامة، ما في كرامة، يعني إذا واحد حقق شيء كذا كل ما بيستقبلوا بيعتقلوا، ما بيخلونا نطلع، ما بيخلونا بيقتلونا، ما بيخلونا نطلع، ما محتمين فينا. نشوف على التلفزيون مساعدات عم تفوت أحيانا بالكهرباء، والمساعدات يقولوا ما في غير هدول. عائلة عندها 6-7 أولاد يطلع لك كيلو ونص بس رز. وضع سيء جدا 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 فوق التصور، يعني ما بتقدري تتصوري ولا تعبري عنه أبدا أبدا أبدا، يعني جوع وظلم وقلة وخوف وكل شيء. كتاب مدرسي هو أول ما طلبه خالد من عناصر الجيش، فقد اشتاق ليأخذ أبسط حقوقه التي حرمته منها التنظيمات المسلحة. شعور من الطمأنينة والراحة فقدوه سنوات. اجتمعوا هنا في مركز الدوير الذي أمنته الحكومة السورية وزودته بكل المستلزمات لتعود الحياة بجمعاتها وضحكات أطفالها. نحن على قهوة استعداد لاستقبال أي عدد بيجينا من الغرب الشرقي، وجاهزين نقدم لهم كافة الخدمات من سكن وغطاء ولباس وغذاء. نشكر الجيش العربي السوري، ولا نحن في أكل وفي شرب وفي حكمة وفي أدوية وفي كل شيء، هم بخير الحمد لله. بعت سيارتي حق 1.5 مليون، 140,000 شاطع ميلولا. بدلت 200 ركب حق 300,000 كيلين رز عشان طعم الاولاد. ما يسمى بجيش الاسلام جيش الكذاب، جيش المنافق، هذا اللي كان متحكم بهالعالم. نحن هلا فرحانين وكثير موزعوا لنا شغلات حلوه، يعني 250 مدني واغلبهم مرضى، من استطاعوا المضي قدما نحو المعابر الانسانيه في الغوطه الشرقيه، متجاوزين قذائف الارهاب التي اعاقت طريقهم مرارا وتكرارا. رغم استهدافهم بعشرات القذائف الصاروخية أثناء عبورهم من الممرات الإنسانية، إلا أن حاجز الخوف كان قد كسر بعد سنين من القتل والجوع تحت بطش الجماعات المسلحة بالغوطة الشرقية. رنا المتوالي لقناة النيل للأخبار، الغوطة الشرقية.
أعلن الجيش التركي أنه يطوق مدينة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية، بينما نفى المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي الخبر، مشيرا في الوقت ذاته لتعرض الطريق الوحيد المتبقي لقصف تركي عنيف. من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الفرنسي إن مخاوف تركيا المشروعة بشأن أمن حدودها لا تبرر مطلقا العملية الجارية في عفرين. في خطوة من شأنها أن تفاقم معاناة عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين، أعلن الجيش التركي تطويقه مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية، غير أن متحدثا باسم وحدات حماية الشعب الكردية في المدينة نفى حدوث ذلك بشكل كامل، مؤكدا أن كافة المناطق التي أعلن الاستيلاء عليها لا تزال بها قوات كردية، واصفا تلك المناطق بالساخنة. كانت تقارير قد أفادت بأن القوات التركية والفصائل تمكنت في الساعات الأخيرة من التقدم جنوب عفرين من جهتي الشرق والغرب، لتوشك بذلك على عزل مدينة عفرين من 90 قرية غربها. وتحاول القوات التركية والفصائل المتحالفة معها الضغط لدفع المدنيين إلى النزوح باتجاه مناطق سيطرة الفصائل المعارضة أو النظام، لتسريع عملية سيطرتها على كامل المنطقة. من جهتها، اعتبرت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جون إيف لودريان أن حماية حدود تركيا لا يبرر توغلها بشكل كبير في عفرين، وقال إن الوضع في سوريا أصبح غير محتمل مع عدم تنفيذ الهدنة. الوضع في سوريا غير محتمل ولا يطاق، ويجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته. فبعد أسبوعين من اعتماده، لم ينفذ قرار الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية مدتها 30 يوما في سوريا، وأريد أن أذكر أن هذا القرار يعني كل سوريا، الغوطة الشرقية وإدلب عفرين. الهدنة لم تنفذ بعد. ولطالما كانت منطقة عفرين الواقعة شمال غرب محافظة حلب شبه محاصرة، إذ تحدها تركيا من الشمال والغرب، وهما الجهتان التي انطلق منهما هجوم أنقرة منذ 20 يناير الماضي، قبل أن تتمكن من السيطرة على كامل الشريط الحدودي وتقليص مساحة سيطرة المقاتلين الأكراد تدريجيا. متابعة، ينضم إلينا دكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي. دكتور علي، بعد التحية، حقيقة الأوضاع، أهلا بحضرتك يا فندم، حقيقة الأوضاع حاليا في عفرين في ظل التطورات الأخيرة وتضارب الأنباء ونفي وحدات حماية الشعب الكردية ما تؤكده تركيا من محاصرة كاملة للمدينة. لا شك بأن الأوضاع الإنسانية فعلا أوضاع مزرية، و الجرائم التي ارتكبها العدوان التركي بلغت حدا لا يحتمل وغير مقبول. ولكن أنا بتقديري، هذه التصريحات من الدول الغربية في الحقيقة للتغطية على تواطؤهم مع تركيا التي ما زالت تعمل في إطار السيناريو الذي بدأته تركيا بانخراطها في هذه الحرب على سوريا، بأن يكون هناك مثلث يشكل منطقة عازلة بدءا من إدلب إلى معرة النعمان إلى جسر الشغور، ويرتبط مع هذا الشريط الممتد بجنديرس وعفرين ووصولا إلى منبج. هكذا كانت تركيا تريد أن يكون الشمال السوري انطلاقا من هذا المثلث، أن يكون هناك سيطرة لجبهة النصرة الإخوانية على هذا المثلث، ومن ثم تتابع تكون منطقة انطلاق، منصة انطلاق لجبهة النصرة الإخوانية للسيطرة على هذه المناطق. ولكن أنا أقول بأن هذه المرحلة التي سقطت فيها كل هذه السيناريوهات والمشاريع، تركيا تصاعد لأن هناك إغلاقا لملف الحرب في سوريا، وملف عفرين هو لن يطول إغلاق، يعني فتحه سيغلق قريبا، وهذه التصريحات هي في الحقيقة للتغطية على كل هذه الأطراف التي فشلت. وتركيا عندما تهول لإنجازاتها، هذا في الحقيقة كلام يحفظ ماء وجه تركيا التي غرقت في هذا المستنقع ولم تتمكن من تطويق عفرين ولا الدخول إلى عفرين. وما يحدث حاليا هو باتجاه جنديرس وبلبل وراجو،
أما مدينة عفرين، وأريد أيضا أن ألفت الانتباه إلى أن تركيا وجيش جيشها المسمى درع الفرات أداتها الإرهابية انسحبوا من الزيارة ودخلها الجيش السوري مع القوة الشعبية عبر نبل والزهراء، يعني مرورا بنبل والزهراء. إذا نحن أمام سيناريو تريد تركيا أن تقول بأنها حققت هذا الهدف، لأن أردوغان الذي الذاهب إلى عملية انتخابية، وأيضا هناك أنباء وتسريبات عن احتمال قيام انقلاب عسكري بعد هذا الفشل الذريع لأردوغان في معركته على عفرين. إذن تركيا التي حصدت نتائج بجرائم ضد الإنسانية والمدنيين وفشلت في تحقيق أي من إنجازاتها العسكرية، أنا بتقديري هذا التصعيد الإعلامي وهذا الخطاب الذي يقدم إنجازات وانتصارات هو في الحقيقة لكي يؤمن انكفاء إلى الداخل، وأيضا تغطية على هذه الهزيمة في الداخل التركي. أشكرك جزيل الشكر دكتور علي مقصود المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المشاركة. انطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير الصحراء من تنظيم داعش الإرهابي باتجاه الحدود العراقية مع سوريا والسعودية غربي محافظة الأنبار. وأفادت مصادر عسكرية بأن تشكيلات الفرقة الأولى وعمليات الأنبار بالجيش بمساندة أفواج طوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري انطلقوا بعملية التطهير، وذلك بدعم من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي للقضاء على أوكار داعش وخنادقهم وأنفاقهم في الصحراء الغربية للأنبار. نتحول إلى الشأن اليمني، حيث حقق الجيش اليمني تقدما جديدا في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، حيث تمكن من تحرير سلسلة جبال رباعين والأدمغ بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 26 من ميليشيات الحوثي. في غضون ذلك قتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اليمن خلال محاولة فاشلة للتسلل إلى مديرية الكوخة بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن، بينما قتل 9 من عناصرهم في معركة عنيفة مع الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد. قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في جبهة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ما يجبر الميليشيات الحوثية على التقهقر والتراجع المستمر. الجيش اليمني تمكن من تحرير سلسلة جبال رباعين والأدمغ بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 26 من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات وتدمير 3 عربات عسكرية ومدرعتين. تزامنا شن الجيش اليمني قصفا مدفعيا مكثفا على تجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية نهم، وتم استهداف 70 عنصرا من الميليشيات. في غضون ذلك قتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اليمن خلال محاولة فاشلة للتسلل إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي للبلاد، بينما قتل 9 آخرين من عناصرهم في معارك عنيفة مع الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد إثر هجوم شنته الميليشيات على موقع للجيش. من جهة أخرى أفشلت قوات الجيش اليمني هجوما بحريا لميليشيا الحوثي استهدف مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة عبر 3 زوارق صيد، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع عناصرها. كانت شعبة الاستخبارات في المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني قد كشفت عن ضبط عناصر مندسة في صفوف القوات الحكومية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية وتخطط لاغتيال قيادات في مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الشرعية اليمنية.
وعلى الصعيد الإنساني لا زالت معاناة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تتواصل، حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ويعانون من الحرمان من الخدمات. انتخب البرلمان الألماني أنجيلا ميركل لتولي ولاية رابعة كمستشارة للبلاد. صوت 364 عضوا في البرلمان لصالح ميركل مقابل معارضة 315 آخرين، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت. ومن المتوقع أن يكلف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رسميا ميركل لتشكيل الحكومة قبل أن تؤدي اليمين الدستورية. وينهي انتخاب ميركل عملية سعي طويلة لتشكيل أغلبية، والتي تعد أسوأ أزمة شهدتها ميركل في مسيرتها السياسية المستمرة منذ 12 عاما. مشاهدينا الكرام، نشرتنا تتواصل معكم وفيها بعد الفاصل. موسكو ترفض شروط لندن بشأن تسمم جاسوس روسي سابق، وتقول إن التهديدات البريطانية بفرض عقوبات عليها لن تمر بدون أي رد. رئيس الوزراء يفتتح اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته 51 والمستمرة حتى 23 من مارس الجاري. ارتفاع حصيلة ضحايا القصف على غوطة دمشق الشرقية منذ 18 من فبراير الجاري إلى 1200 قتيل. الجيش اليمني يستعيد مناطق شرقي صنعاء ومقتل عشرات الحوثيين خلال معارك بمناطق متفرقة من البلاد. والآن مع المتابعة الاقتصادية في هذه البانوراما، متابعة أهم أخبار المال والأعمال مع حسام الدين عاطف. تفضل حسام. شكرا لك ريهام، شكرا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، وزارة البترول توقع عقد إنشاء مجمع حامض الفسفوريك بالوادي الجديد باستثمارات تبلغ 750 مليون. أهلا بكم من جديد. نبدأ بأهم أخبارنا اليوم، حيث شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاجي حامض الفسفوريك بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد الجاري، تنفيذ أعماله حاليا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1 مليون طن سنويا من حامض الفسفوريك. كما أكد الوزير أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، ما يمثل تحولا إيجابيا في استراتيجية استغلال الثروات التعدينية في مصر. بحث وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي مع سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكراني. وأكد الوزير حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الأوكرانية في عدد من القطاعات الصناعية. من جانبه قال السفير الأوكراني إن مصر من أهم شركائهم بمنطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات، خاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 ملياري دولار خلال العام الماضي. شارك وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي في معرض بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقاري بالعالم، وعرض الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بكل من مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين والمنصورة الجديدتان وامتداد الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين أيضا. وأكد مدبولي على أهمية هذا المعرض العالمي، مشيرا إلى أن مصر ستشارك العام المقبل بوفد كبير
كما اقترح الوزير عقد مؤتمر في مصر في شهر سبتمبر المقبل لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين والمحليين أيضا، موضحا أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب لكل المستثمرين وسيسهم في دفع عجلة الاستثمار. قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس لغرفتي الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية لبحث توفير احتياجات الصناعة الوطنية من الصاج الذي يستخدم كمكون أساسي في صناعة العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث من المنتظر إصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل قرارا بشأن فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج من كل من روسيا والصين وبلجيكا أو عدم فرضها خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة والبالغة 6 أشهر للمصانع المستوردة للصاج للقيام بالعملية الاستيراد بشكل طبيعي لحين البت في أمر فرض الرسوم من عدمه. نتحول إلى البورصة المصرية التي تباينت مؤشراتها مع ميل نحو الارتفاع وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب. قابلتها مبيعات المستثمرين الأجانب، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 998.19 مليار جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.3%، بينما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 0.15%. شهدت أسعار صرف الدولار هدوءا نسبيا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.56 جنيها، وطبعا لآخر تحديث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة ليسجل 17.55 جنيها للشراء و 17.65 جنيها للبيع. ومشاهدينا الكرام، بأسعار صرف العملات انتهينا من هذه الوقفة الاقتصادية السريعة في بانوراما النيل، وعودة جديدة إلى ريهام وإيمان. تفضل. شكرا حسام. تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم اجتماعا لمجلس الأمن القومي قبل البت في مسألة فرض عقوبات على روسيا في غياب توضيحات من موسكو حول تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال. ومن جهته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع ماي أن على روسيا أن تقدم أجوبة لا لبس فيها في مسألة تسميم العميل الروسي، وأوضح أيضا أنه لابد من وجود عواقب بشأن مستخدمي الأسلحة الكيميائية في خرق فاضح للأعراف الدولية. كانت روسيا قد رفضت المهلة التي حددتها بريطانيا لإعطائها توضيحا بشأن تسميم العميل المزدوج السابق. رفضت موسكو شروط لندن بعد انقضاء المهلة التي أمهلت بها بريطانيا لها من أجل تقديم توضيحات مفصلة حول قضية تسمم جاسوس روسي سابق. وقالت وزيرة الخارجية الروسية إن التهديدات البريطانية بفرض عقوبات على روسيا بشأن القضية لن تمر بدون رد. وأعلنت الخارجية الأسترالية دعمها لمطالب بريطانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على خلفية استخدام غاز الأعصاب الذي يقود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي السابق ضد عميل روسي مزدوج. وأضافت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب إنه على الرغم من فرض بلادها عقوبات على روسيا إلا أنها على استعداد لاتخاذ أي رد مناسب عند انتهاء التحقيقات أو في حال ما قرر مجلس الأمن اتخاذ إجراء ما. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الأستاذ أحمد المصري مدير تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة القدس العربية. أستاذ أحمد، بعد تحية، قراءتك لما أتت أو آلت إليه التوترات بين روسيا وبريطانيا مؤخرا، وأن ماي ستترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي وذلك قبل البت في مسألة فرض عقوبات على روسيا في غياب توضيحات من موسكو حول تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق. نعم، مرحبا بك سيدتي. من الواضح جدا ان هذه التطورات التي تتسارع منذ محاوله اغتيال العميل الروسي السابق حتى
الشهادة أنها ستتصاعد الأيام المقبلة القادمة، ليس تترأس اليوم كما تفضل تقديركم بأنها تترأس المجلس الأمن القومي اليوم لتتخذ قرارات ربما ستكون عقابية باتجاه موسكو. من المتوقع أن تدعم لندن في هذا التصعيد أيضا حلفائها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وثلاث دول بالفعل أصدرت بيانات شجب واستنكار وتعاطف مع لندن ومع تريزا ماي في هذه الحادثة. هناك أيضا تهديد بإغلاق أغلب الصحف يعني وسائل الإعلام الروسية التي تعمل هنا في لندن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك. أيضا من المتوقع أن تكون هناك شكوى في الأمم المتحدة، حيث أن لندن تقدمت بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان حول الاستهتار الروسي في استخدام غاز الأعصاب في منطقة يعني بها سكان وكان ممكن أن يعرض حياة المواطنين البريطانيين إلى خطر أكبر. من في تذكر هذه الحادثة أيضا بإجراء اتخذته لندن سابقا عندما استيل لوفتينكو المعارض الروسي، وقامت لندن خلال أثناء ذلك بفرض 4 دبلوماسيين روس من هنا. لكن أعتقد أن هذه المرة ستكون ربما أكبر، لها تبعيات يعني ربما تصل إلى وضع أكثر حدة وتكون الأزمة متصاعدة، خاصة وأن أيضا أمس مساء عثر على أحد المعارضين الروس أيضا ميتا في شقته، وحتى الآن لم تتضح أسباب الوفاة وما إلى ذلك. فبالتالي من المتوقع تماما أن تكون هذه الأزمة تعود بنا إلى أيام الحرب الباردة وإلى أيام حرب الجواسيس ما بين بريطانيا والكي جي بي في العهد السوفيتي السابق. الولايات أيضا روسيا لا أعتقد أنها تجعل الأمر يمر سهلا على بريطانيا، فهي أيضا تصعد وقامت لا تريد أن تنصاع إلى الاتهامات، وقالت أنها مجرد ادعاءات وتطالب لندن بتوضيحات أكثر. مع الأسف الشديد أن الإعلام البريطاني هنا اتهم روسيا منذ اليوم الأول بالجريمة، ولم تطلع تريزا ماي ولا الإعلام البريطاني ولا حتى الشرطة حتى الآن على كيفية محاولة الاغتيال وكيف حدثت ولماذا اتهمت موسكو بهذا. موسكو تطلب من لندن كثير من التوضيحات. أعتقد أنها في الأيام القليلة القادمة ربما تتصاعد الأزمة أكثر، وسنشهد ربما طرد الدبلوماسيين وربما فرض عقوبات أيضا على روسيا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد المصري مدير تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة القدس العربية متحدثا إلينا من لندن، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا